وصلت على كفاردبيان تنجرب سكيدو. ما رح خبركم اكثر من هيك، بس محضرين سوربريز بيجي وقتها بعدين. anyway رح نجرب سكيدو هلا، وثائبت انه في ذا ماستر اوف ما بعرف شو، بعد بعثوا لكم ذا ماسترز. هلا ما بعرفكم، هل هي جايه من فنلندا على لبنان؟ هلا بتعرف عليه وبخبرنا هو شو اهميته، شو جوائز اللي اخذهم عالميا، وليش هو هون. هاي انطوني، وهلا نحن هون كارتيكات الحاج اللي هو عنده الكلاب، على اساس السنه مش رح يفتحوا الطريق فنوصل لهون، يقدروا العالم يوصلوا على هوايتهم المفضله اللي هي احلى هوايه بالعالم، لا سكاي دايفنج لا سكوبا دايفنج، ما في شيء احلى من سكيدو اللي هو مع ارتيكات، خاصه انا شخصيا غرام عندي الارتيكات. فبليز طلعوا شوفوا المناظر الحلوه بالجرد، تعالوا جربوا سنوموبايل سلادينج، فيكم تستاجروا من تحت لفوق، كل العالم بتاجر سنوموبايل، بتطلعوا عليهم بتشوفوا اجمل ما بتشوفوه بلبنان، عندنا جرد بجنين، عندنا جبال وثلج رائعين، فيكم تطلعوا على مرشربل وعلى صليب فريا، واو واو واو، ولا لازم تطلعوا. هاي انا توني ابو زيد، ربيت بالثلج وبموت بالثلج، بطلب من كل العالم يطلعوا على الجزار ويجربوا سكي وسكيدو، لانه ما في احلى من جبال لبنان. على السنوموبيل اهم شيء تكونوا لابسين كثير منيح، تكونوا كفوفكم مضبوطين، تكونوا حاطين الكاسك اكيد عوينات، ومنقلع. مشوار رائع، تركنا كفاردبيان، من كفاردبيان او مزار وصلنا على فريا، على مار شربل يلي هي اليوم الطريق منا مسكره وما فيكم توصلوا لها. ما بعرف اذا اخذت معنا ثلث ساعه نص ساعه، بس مشوار ولا اروع من هيك. تعملوا سبور لايديكم وبتكتشفوا جبال لبنان اللي بتاخذ العقل. Hello guys, this is Master of Turns. I come from Finland and here we are now in Faraya, Lebanon. I am professional snowmobile instructor and I'm here for my third year. I bring people all around the world to enjoy the mountains and ride snowmobile. Why wouldn't I choose Lebanon? It's sun, fun, friendly people and good snow. Unfortunately today, a little bit foggy, but usually it's a great environment for skiing, snowmobiling and snowboarding. So this is a great area also to learn how to ride with a snowmobile, because it's an amazing big area, plenty of snow, not really rocks, and for the Nordic people who live in Scandinavian countries, no trees. شو ما رح احكي قليل، فعلا شو ما رح احكي قليل. شو حلو توصل على منطقة السيارات مش واصلين عليها، التلج كتير نظيف، يا ريت معي شوية دبس العنب تاكل مقسمة. من هون ببين السد فاضي لأنه بعد ما دابوا التلجات، القلارات بالصيفية بيرجع بيتعبى. منطقة فرايا كلها سوا، تمثال وراي، انبسطوا بهالمناظر قبل ما ناخذ طريق ونرجع. ما عم بقدر صور على الطريق لأنه ما معي جو برو، وعايز ايد تاني يكونوا على الفولون، بس ان الله راد نكست تايم بيكون معي درون والعده كلها. انجوي احلى بلد بالعالم هالثلجات. ادوين حبيبي انطوني، خبرني ليش انا وياك التقينا هون؟ والله حبيت فرجيك جرد لبنان شو حلو، وحبيت فرجيك هالهوايه الحلوه اللي كلنا بنحبها تقريبا. صار في شي 1000 شخص بلبنان بيعبد شيء اسمه سنوموبايلينج، مش اخذ حقها مزبوط بلبنان، بس حبيت انا وياك نفرجيها للعالم اللي بعد مش شايفتها، ومحضر لك سوربريز حلوه كثير ان شاء الله قريبا، بس شام يسدني بدنا نخوتهم للعالم كله. خبركم خبريه مثل ما هي، عمل بوست على انستغرام من فتره، ما اذا بتتذكروه، حاطط كيف انطوني بضل ما بينصح، فعملت له ريبوست اندن بعد فتره بعث لي مساج، ما بنعرف بعضنا، تعرفنا على بعضنا اليوم، بعث لي مساج وقال لي كثير بحب سكيتو، عبالي اعمل بارمي معك بلبنان، هيك نلتقى. فاليوم عم نلتقى لاول مره، مثل كانه بعرف بعضنا من كثير زمان، وان الله راد رح نفرجيكم وجه ثاني من لبنان، ما كتير فيه أكل بس حلو كتير. لكم نحن وين؟ نحن وصلنا على وردة، هالبستات يلي للأسف ما رح تشوفونا السنة وما فتحوهم،
وحدنا سكنة الجيش اللي بتقطع قدامها انتو طالعين صوب بعلبك. ما كتير في تلج بعد لانه كتير صخور مبينين على anyway. لو فتحوا ما بعتقد كانوا ناس قدروا تعملوا سكي هون. اليوم برد مزبوط عندكم ببيروت بس كانت عم تشتي هون. اذا ما عملت تلج بعد هلا قريبا اخر مره فيكم تجوا انتم تعملوا هيدا الاكسبيرينس هون ونحن محاطين سوربريز بس قريبا يعني جماعه الجل اللي بعده فيري سون جريت اكسبيرينس. تلبسوا كاسك بتغطوا عيونكم بتسوقوا على مهلكم وكل شيء بيصير بعقد. نايس خلصت البرمي بدها غدا. وين بدنا نتغدى بهالطقس البارد والخطايطه القويه؟ هيدي منقوشة كشك بلدي وهيدي زعتر وهيدي أورنا لحمة أورنا كمان نحن نعملها أكيد. بعد تقريبا شي ساعتين بسنوموبيل الناس بتفكر واحد بيقعد عليها مثل كأنه قاعد بالسيارة وبس عم بيهز. إيه لا فيها قوة ماكسيموم عضلت كل إيدي عضلوا وأكيد جعنا. فوصلنا على محل اسمه طريق النحل. طريق النحل ما بضيع ابدا بتفوت على الشب روح بيت خشب كتير حلو تقريبا جديد المحل وعنده لقمه يعني لهلا بلشنا بجات زوبع كتير طيب المكدوس والخبز يعني عنده كتير طريق قرش صغيره من برا شويه قورمة او شويه جبنه هول خويت نتعشى نتغدى مع الشباب بكون خلص النهار. ومثل ما قلت لكم هي تحضير لسيربيس كتير كبيره مبدئيا بتكون جمعه الجاي. طريق النحل كتير مبسوط باللقمه. هلا عم ناكل كبه محشيه وحده لبنه وحده لحمه مع صنوبر وحده فستق وحده جوز. هول كبه شو عن جد هول كبه شو الكبه من برا ولا ارق من هيك تقرش شوي صغيره منا سميكه ما بتعلق بقلبهم فيه او فستق او لحمه او لبنه توب يعني عن جد طيبه قد الكبه تبع صغرتها وشمال لبنان. وهيدي فتة باذنجان اكيد مع لبن وبقلب الباذنجاني هيدا الباذنجاني. وهيدي فخارة لحمة مع خضرة بقلمة فيها نتفة حر أكيد بروكولي جزر شوية بطاطا ولحمة. وهيدي آخر شغلة أكيد ما حدا بعد بيعمل منها لبنة مع زيتون زيتون مطحون بقلبة أكيد ونعطيكم عنا بفرايا قريشي وعسل أول وحدة أكيد مع فواكه أو الجاج شوية قلوبات وعسل أكيد أم علي اكيد مع قلوبات بقلبها نفتنا زهر نفتنا ورد اكيد مع عسل. واخر وحده كنافه نحن بنلفها بعجينه سبرينج رولز رائعه يعني قديش اول شيء سخنه قديش كريمي قديش سويتنس فيها العسل فيها كثير لذيذ قرشه النوتس فيري جود مثل الكليج بس على طريقتهم اكسلنت. طيب انا فالي لانه كثير اكلت اليوم خلص ديل باي. Oh,